الاتفاقية الأمنية. طبعا أنا أعرف أن هناك تهويلا كبيرا في الإعلام بالاتفاقية الأمنية، ويعني ربما يعني كل إنسان يسقط خلفيات على في قراءة هذا المشهد. كيف يقرأ سماحة السيد مقتدى الصدر هذا الموضوع؟ أنا لا أقول اتفاقية لأنه ليس لدينا اتفاقية ناجزة حتى اللحظة. اتفاقية ورقة قسقوصة كل شيء كان. لا أنا أقصد هاي الحالة، حالة العلاقة في نهاية المطاف، ينبغي أن تنظم العلاقة بين بغداد وبين واشنطن. كيف تنظم بعد خروجها من العراق؟ كيف ننظم هذه العلاقة؟ هو ننظمها بعد خروجها من العراق. أي اتفاقية مع أي محتل، أمريكا أو إلى منو أقول لك من هاي الجنسيات الموجودة بالعراق؟ يمنع يعني شنو يمنع؟ يعني لو استطيع، لو كنت مرجع اقول لك يحرم توقيع اي اتفاقيه مع اي محتل حتى لو كانت لصالح العراق. انا ارفض اصل الاتفاقيه، مو نوعيه الاتفاقيه. لكن لو هذه الدوله مو محتله، نعم وقع ويا واشنطن، واشنطن مو محتله، وقع وياها ما تتشاء وكيف تشاء، ما عندي اشكال. كما لو تريد تتوقع مثلا ويا دوله اوروبيه ما مو محتله، نعم هسه على سبيل المثال المانيا مو محتله، وقع وياها شو تريد، ما مانعك انا. نعم. فإذا المسألة يعني هي خروج وعدم بقاء القوات العسكرية، لا وعدم بقاء قواعد عسكرية في العراق، هذا عندي خط أحمر. نعم. يعني هكذا نعيد ترتيب المشهد بالطريقة التالية: تخرج القوات العسكرية ولا تبقى هنا قواعد، حتى لو قسم منها بس. نعم. مجرد التطبيق الجدول. نعم. ذاك الوقت تريد توقع وقع على أن لا يجوز لها البقاء، مع العلم أن الحكومة أو أمريكا تقول أنه من حق الحكومة أن تخرج الجيش الأمريكي من العراق، فلا بأس أن يصوت البرلمان على خروجه إذا هو بالاتفاقية نفسها بها جدولة. خو خارج الاتفاقية نسوي الجدولة، وما بعدها نوقع اتفاقية مع واشنطن لصالح الشعب العراقي، شكو به. نعم.